اليوم أرى أنه يوجد سباق حقيقي بين وقف إطلاق النار في غزة وبين عدم التصعيد، لأن التصعيد لا يطال فقط لبنان، أخشى أن يكون التصعيد في كل منطقة وندخل فوضى أمنية في كل الإقليم الشرق الأوسطي. حتى اليوم أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وبحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة، ولكن بنفس الوقت لا أشعر أنني ممكن أن أطمئن اللبنانيين بأي شيء، لأن الأمور مرهونة بأوقاتها.